وصلت؟ وين؟ مرحبا، بما انه بلش الصيف وبلش الاجازات بتزيد النشاطات الخارجيه زي طلعات البحر والبرك والحدائق العامه، بس اشعه الشمس بتكون حاميه وبتخلي الجسم عرضه اكثر لضربات الشمس والجفاف، وبتسبب ضرر للخلايا الجلديه خصوصا بالفتره ما بين الظهر والعصر. وبعض الناس بتضطر انها تتعرض لاشعه الشمس مثل طلاب الجامعات واللي بيشتغلوا باعمال البناء وغيرهم. كنوع من الحمايه الطاقيه او الهلمت بتحمي الراس من اشعه الشمس، والنظارات الشمسيه بتحمي العيون. اما بالنسبه للملابس فيفضل انها تكون واسعه وتكون الوانها فاتحه لانها بتعكس اشعه الشمس. ملابس القطن هي احسن نوع ملابس للصيف. واقي الشمس او سن بلوك بيحمي البشره اللي مش مغطيه بالملابس من الشمس. ما ننسى نحمي الاطفال من اشعه الشمس لانهم اكثر عرضه لضربات الشمس. اوكي، صح انه الشمس ممكن تسبب اضرار كثير للجسم، بس هي المصدر الرئيسي للفيتامين دي، واحسن وقت تكسبه فيه الفيتامين دي هي بالفتره الصباحيه لما تكون اشعه الشمس مش حاميه. هلا بشكل عام الجسم بيخسر سوائل واملاح عن طريق العرق، طبعا بيخسر زياده في فتره الصيف، واذا الجسم خسر سوائل واملاح وما تعوضت راح يصاب الجسم بالجفاف، عشان هيك لازم نكثر من شرب المي والسوائل. في عصائر طبيعيه بتكون غنيه بالاملاح زي التفاح والليمون والبرتقال والموز. بس هذا كله ما بيعنيك متى بتصب الصيف، بالعكس اطلعوا غيروا جو، وما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير، واللي ما شاف الفيديوهات الماضيه يحضرها هون. I wonder.